منع عبد السميع وهدان رئيس حي المقطم سيدة خلال جولة محافظ القاهرة جلال السعيد بمنطقة الأسمرات بالمقطم من مقابلة المحافظ، ودفع وهدان السيدة التي كانت تحاول مقابلة المحافظ لطلب شقة تعيش بها مع أطفالها المعاقين قائلا: يا ستي مش هيسمع لك الكلام، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرى برئاسة المستشار صلاح محجوب بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها في القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية، وقضت بإخلاء سبيلهما. وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على توظيفهم وإنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية، منتحلا صفة رئيس مكتب المستشار أحمد الزند وزير العدل. ولإقناع ضحاياه قام بتزوير العديد من المستندات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية. وتوصلت تحريات العميد عصام الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ارتكاب ذلك شخص يدعى أحمد ويبلغ من العمر 35 عاما وحاصل على ليسانس حقوق ومقيم بالهرم، وأنه انتحل صفة رئيس مكتب وزير العدل وتقابل مع ضحاياه أمام مبنى الوزارة لإيهامهم بصحة زعمه، وتم القبض على المتهم وتولت نيابة التحقيق. قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم أولا بعدم قبول الطعن المقدم من المتهم حسن علي عبد الحميد شكلا، وثانيا قبول باقي طعون المحكوم عليهم وعرض النيابة العامة للقضية شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المعروض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم وإحالة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات مغيرة، وذلك في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه واثنى عشر ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابع العدوية والنهضة. قاد المقدم محمد الخولي رئيس مباحث ناصر والنقيب أحمد قنديل معاون مباحث القسم حملة تمكن خلالها من ضبط محمود أحمد محمود أحمد عشماوي وبحوزته 400 قرص مخدر بقصد الإتجار. تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق. قدم اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد الشكر بالإنابة عن شعب المدينة الباسلة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وإلى رئيس مجلس الوزراء على جهودهم الكبيرة في عودة الحق إلى المحافظة بعودة أرض الملاحة إلى المحافظة بعد مرور 135 عاما. أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه من أجل تطبيق الشفافية التي يتم التعامل بها في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء والحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية أطلقت الوزارة أمس أول نشرة بيئية صادرة عن الوزارة للإفصاح عن الوضع البيئي بشفافية يوميا. تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن السويس اليوم من ضبط صاحب ورشة خراطة حول الورشة إلى مكان لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة أسيال بحي الجناين بالقطاع الريفي بالسويس، وتحفظت القوات داخل الورشة على 25 قطعة سلاح ناري متنوع محلي الصنع. فاجأ الدكتور هلال الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة اليوم بزيارتها لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من مدى تفعيل القرار الخاص بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي. وحرص الوزير على تفقد فصول الصف الثالث الثانوي ولاحظ أن نسبة الحضور متوسطة، كما تحدث مع الطلاب حول تطبيق قرار العشر درجات على الحضور والسلوك، موضحا أن القرار في صالحهم وصالح انتظام العملية التعليمية بأكملها. تفقد رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس علي حسين عددا من الأعمال التي تمت بقطاع الإسماعيلية،
وتضمنت جولة رئيس الشركة التفقدية متابعة إصلاح عدد من كسور الخطوط في عدة مناطق تم إنجازها في توقيتات سريعة، وتم عودة المياه إلى طبيعتها للمواطنين، وذلك في حضور المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية. استقبل الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان يوليوس جورج لويس سفير ألمانيا بالقاهرة اليوم الاثنين، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد 25 للوحدة الألمانية. وحضر السفير الألماني مع مجموعة من طلاب أقسام اللغة الألمانية بكليات الآداب والتربية بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي. قرر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 من أكتوبر الحالي وحتى يوم الأحد الموافق 15 من نوفمبر المقبل، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للسجناء، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد 1437. اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب على ما قامت به خلال برنامج The Voice عندما انتزعت حذاءها وضغطت به على الزر الأحمر عند اختيارها لصوت المتسابق ناصر عطاوي من الجزائر. وقالت شيرين خلال تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: أعتذر للجمهور العربي.